كررت الولايات المتحدة من جديد إرادتها في فرض عقوبات ضخمة على إيران، وقالت سيغال ماندلكير وكيلة وزيرة الخزانة لمكافحة الإرهاب والتهريب المالي إنه من ضمن استراتيجية الرئيس الأمريكي ستفرض ضغوطات مالية غير مسبوقة على النظام الإيراني. وأوضحت أن الولايات المتحدة ومن خلال سلطتها الاقتصادية الضخمة ستعطي إيران خيارا واضحا لتفادي الضغوطات المتوقعة، وهو تغيير التصرفات المرفوضة لدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار وخرق حقوق الإنسان أو مواجهة الانهيار الاقتصادي. جاء ذلك بعد أسابيع من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وهو ما فتح الباب أمام الإدارة الأمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران.